مساء الخير عليكم. انا النهارده المذيعه بتاعت المكان، هديكوا ريبورتاج كده عنهم كلهم كده مبسوطين او مش مبسوطين، مع اني انا مبسوطه اكتر 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 بكتير. فهنبتدي مع اخونا مروان يوسف من لبنان. حبيبي، ايه اخبار البرايم النهارده واخبار التابلو اللي انت عملته النهارده والبت اللي كنت عملت شد في شعرها دي؟ مساء الخير. لندونا، اول شيء انا كتير مبسوط لك لانه امك واخيرا اجيت وشفتيها وغمرتيها وبوستيها، وكتير مبسوط من قلبي انك مبسوطه. تاني شيء بالبرايم، ان شاء الله اكون غنيت منيح، ان شاء الله اكون قدمت التابلو مثل ما لازم. بدي اقول مبروك لهايدي، بدي اقول هارد لك لعلي، ان شاء الله تتوفق برا، وان شاء الله كل باب ينفتح لك يا رب يفتح 10 قباله. ومبروك للتوب 3 انت وعباس، ومبروك لحنان السفره على فرنسا. وبدي اقول للفانز ميرسي كثير على كل شيء، انكم لاحقيننا 24 24. بحبكم قد الدناي ويقبرني. نغني لهم اغنيه انا وهو، يقبرني يقبر يقبر ينزل على القبر ويحفر. ميرسي يا مروان. عايزين اخونا رافائيل. تقول ايه لعلي؟ بتقول لعلي الله يوفقه بحياته، وحنستفد له كثير، هو شخص عزيز على قلبي كثير، وحنستفد له بالاكاديمي لانه كان روح ايجابيه لنا كلنا، كان رغم كل الستريس ورغم كل شيء حسسنا انه ايش في ايش فيها الحياه هيك. توب 3 انت بتوب حنان، يعني اخذها حنان حبيبه قلبك، حبيبه قلبك مسافره، حبيبه قلبك، وهتسيبك يومين يا برنس وهتقعد لي لوحدي. ها هتقعد لي لوحدي. مبروك لحنان، وان شاء الله تنبسط ترجع، بس ترجع بايجابيه ونشاط وتشتغل هتقعد لي وحاعد معك. متشكرين. الملكه هايدي، وندخل على الملكه هايدي اللي لسه راجعنا النهارده بالسلامه. حبيبه قلبي تقولي ايه للناس اللي صوتت لك؟ تقولي ايه للتوب 3 وتقولي ايه لعلي؟ اول حاجه عايزه ابدا بعلي. يعني علي كان يستحق طبعا ان هو يقعد جدا، وكان يكمل في الاكاديمي. من اكتر حاجه مزعلاني ان هو كنا مع بعض وهو كان من اقرب الناس ليا، وقد ايه يعني لحد دلوقتي انا اصلا مش متخيله ان انا هروح الاكاديمي ومش هلاقي علي، ومش هنقعد نهزر ونسهر سوا. يعني بجد كل حد هيروح من النهارده يعني بالنسبه لي خساره كبيره قوي، لانه من اعز اصدقائي. علي ربنا يوفقك في حياتك ان شاء الله، وانا متاكده ان انت انسان ناجح قوي، فنان واعلامي وممثل. طبعا الحمد لله الناس اللي وثقت فيها وصوتت لي وخلتني اكمل مشواري وحلمي. مش عارفه اقول لكم غير ان انا بس بشكركم، وبجد فخوره بيكم قوي، ويا رب انتوا كمان تكونوا فخورين بيا. والحمد لله النهارده يعني استعدت ثقتي في نفسي على الستيج، ولقيت نفسي مغنيه كويس لحد دلوقتي يعني. والتوب 3 مبروك يا حنان، تستاهلي يا حبيبتي، اشتغلتي على نفسك. ودينا حبيبه قلبي يا رب دايما كده دايما، واحسن كمان توب 1 بقى المره الجايه. وبيسو يعني ده تحقيق الاحلى، الصوت الاحلى واللي انا بعشقه، وطبعا كان يستاهل كمان توب 1، وان شاء الله المره الجايه بقى كمان. مبروك للتوب 3، ومبروك لهايدي اللي رجعت معنا اليوم، ومبروك الحنان اشتغلت على حالها برشا وطورت من روحها. بالنسبة لعلي نحب نقول له ان انت يعني انسان رائع، وان شاء الله تلقى حظك في الحياة. يعني بالحق مش تخيم اكاديمي من هيشوف الاحلى ان شاء الله ان شاء الله. طيب مرسي يا نسومة، نسيبك نهدى شوي تهدى شوي. تعالوا معايا بقى نروح للاستاذ ايهاب. اولا كان باك لبنت بلادي حنان، ومبروك تستاهل كل خير توب 1، ومغاربه مش عارفين البلاد الحمد لله. كنقول بينكم لخويا عباس مبروك التوب 2 وتستاهل مكتر، وكنقول لاختي دينا مبروك وتستاهل سي، ومبروك شفتوا امهاتكم وتبسطتوا عقبالنا ان شاء الله. والحمد لله غنينا اليوم في فريم مزيان، وبان خدمة مدام ميري، يعني بان شغلي مدام ميري، وكنشكروها من هذا المنبر، وان شاء الله للفينال ان شاء الله ان شاء الله يا رب. العلي بقى تقولي العلي عشان نقول لك، الله ما عرفتش نقول لك.
هذاك السيد عندي علاقه معاه بزاف و... عشان نقول ان شاء الله يطلع برا الجمهور اللي بيحبه. ونروح لمحمد عباس، قول لنا ايه رايك النهارده في البرايم، وقول لنا ايه رايك في التوب 3، وقول لهايدي كلمه، وقول لعلي طبعا كلمه. اول حاجه مبروك لهايدي، وتاني حاجه مفيش حاجه تعوض غياب علي. طبعا طبعا مفيش حاجه تانية اقدر اقولها، مش هتكلم في حاجه، معلش سوري. قول لنا حاجه عن التوب 3، وقول لنا حاجه عن هايدي، وقول لنا حاجه عن علي، وقول لنا حاجه على مامتي. على مامتي. اوكي يلا بقى. اول شيء مبروك حبيبتي، تستحقي عن جد كثير، اشتغلت حالك. ومبروك كمان على بيسو لانه شاف مامته وانت مامتك، سلمي لي عليها كثير. وكمان بيسو، ومبروك كثير لحنان على التقدم اللي عملته، عن جد كثير انبسطت من جوا لما قالوا حنان انه واو، انه يعني حنان عملت ايه، وحنان عملت كل شيء فيك تقولي. ف وبدي اقول هارد لك لعلي، لانه كل مره بقول اتس ا جيم، بالنهايه كل واحد رح يفل، يمكن انا جمعت الجيفل، يمكن بعدين ما حدا بيعرف. و لهايدي، ولهايدي كثير انبسطت لها رجعت لانه عن جد تستحقها. وللاغنيه بتاعتك النهارده، يعني حسيت حالي انا على الستيج واخيرا، يعني حسيت انه ما بين رجعت، ايه ما بين رجعت، بس انه بطل في ستريس ورجعت بقوة، وهترجع على التوب على طول. ها اوعوا تنسوا. ونروح لنيسو حبيب قلبي اللي زعلان على الصديق وحبيب قلبه وعشرته في الاكاديمي علي، تقول له ايه؟ تقول ايه لهايدي؟ تقول ايه للتوب 3؟ تقول ايه لاغنيتك النهارده في التابلو؟ اولا بقول هارد لك لعلي، ما كانش لازم يطلع بهذه المرحله من البرنامج. اوكي اتس فاين. وبرايم كان حلو، مبروك للتوب 3، مبروك لك شفتي ميمو، مبروك لعباس وحنان، ومبروك لهايدي. ميرسي انيس. وانا في النهايه عايزه اقول علي حبيبي، ربنا يوفقك ان شاء الله بره، انت تستاهل كل خير، ما شفناش منك اي حاجه وحشه، انت شخصيه محترمه جدا. حبيبي بره مستنيك جمهور كبير جدا، احنا هنخسرك في الاكاديمي كتير، كلنا كنا بنحبك جدا وما زلنا بنحبك جدا ومش هننساك ابدا. وبقول لهايدي تشتغل على نفسها اكتر ان شاء الله، ما تطلعش توب، ما تطلعش قصدي نوميني تاني. حبيبتي لازم تشتغلي على نفسك كتير، وان شاء الله انا افضل كده في الافضل في الافضل في الافضل. وثانك يو لستار اكاديمي بجد، ان هو جاب لي احلى ام في الدنيا بجد، شكرا 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 شكرا. ومبروك لبيسو طبعا ان هو يستاهل طبعا التوب 1 يستاهل، ومبروك لحنان حبيبه قلبي انها طلعت التوب 1 تستاهل برده. وان شاء الله الاسبوع الجاي هكون انا التوب 1 ان شاء الله ان شاء الله، وعدكم. شكرا، كانت معاكم دينا عادل من مصر.